بين الغرب والشرق الأوسط مصالح أمنية واستراتيجية مشتركة على مدار عقود، لكن التحديات الكارثية التي تدفع الشرق الأوسط نحو هاوية حرب شاملة يخشاها العالم أجمع أثارت المخاوف ليس فقط بشأن عرقلة المصالح الغربية في المنطقة، بل بوصول شرارة التوترات وتداعياتها إلى الدول الغربية. فمنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي تكاتف الغرب لدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي في مزاعم الدفاع عن نفسها، ولكن ما لبثت المواقف الصلبة أن بدأت تلين حتى انتفضت الشعوب الغربية ضد ازدواجية الحكومات في الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تدعم حرب الإبادة الجماعية في غزة. أما فيما يخص المصالح الاقتصادية، فاستمرارية الحرب على غزة وتصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، فضلاً عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وأخيراً الاغتيالات الإسرائيلية والتهديدات الإيرانية، كل ذلك يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، حيث المخاوف من تداعيات ذلك على استقرار أسواق النفط والطاقة. على جانب آخر، تخشى الدول الأوروبية من تهديدات أمنية من جراء تداعيات الحرب على غزة، لا سيما النزوح الجماعي وتدفق عشرات الآلاف من مواطني الشرق الأوسط إلى الساحل الأوروبي هرباً من جحيم الصراعات والحروب. ورغم تداعيات عدم استقرار الشرق الأوسط، فالخطاب الغربي يبدو وكأنه يسعى لمنع أي حرب شاملة. أما في الجانب العملي، فلم يستطع الغرب بكل قوته وسيادته أن يمنع إسرائيل من إشعال الشرق الأوسط، بينما الحل المباشر والذي يكمن في إنهاء حرب الإبادة الجماعية في غزة لم يتحقق حتى الآن.